كلاسيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. أنا اليوم ناخذ أول اجتماع شعبي في مدينة جندوبة مسقط رأسي. هي مسقط رأسي صحيح وهي بري وكما يقول من لا بر له لا بحر له. رئيس الجمهورية واللي هو نص صحيح في الدستور هو ضامن لوحة الدولة وهو رمزها وهو ضامن للدستور، والدستور عنده أبواب، الأبواب دي منها باب الحقوق والحريات اللي هو باب كبير برشا، وباب الحقوق والحريات هذا فيه الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية اللي اليوم غير محترمة في تونس، واللي فيه كيف فيه باب الحريات اللي ممكن التضييق عليها ولا فيها التضييق اليوم بفعل القانون الموجود. نحب نذكر مرة أخرى اللي رئيس الجمهورية من خلال الآليات المتاحة ليه خاصة فيما يتعلق بالمبادرة التشريعية عنده إمكانية أنه يتدخل في كل ما يخص حياة الناس، ويلزم اليوم يلزم نقولوها مرة أخرى أنه رئيس الجمهورية يلزم يتدخل في كل ما يتعلق بحياة الناس. اليوم الوضع اللي تعيشه تونس من تدهور على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي على مستوى أمني يتطلب أنه رئيس الجمهورية يتحمل مسؤوليته ويلعب دوره الاعتباري ودوره في مرحلة هذه، خاصة وأنه يحظى بمعناها شرعية الشعب وبتصويت الشعب عليه. ولذلك أعتبره أنه اليوم من أوكد المهمات اللي موكلها رئيس الجمهورية هو أنه المواضيع اليوم المطروحة بشدة، القضايا المتعلقة بالأمن، القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي، القضايا المتعلقة بالقضايا الاجتماعية الكبرى، اليوم عندنا حالة مرتفعة من البطالة، شبابنا اليوم يعيش حالة من الإحباط واليأس، شبابنا اليوم من حقه أن يكون عنده حلم وحلم واقعي حقيقي، شبابنا اليوم من حقه أنه يكون خارج سياق وأنه ما عنده كان خيار أنه يحرق والبحر قدامه وإلا فهمتي معناه الإرهاب قدامه باش يحتضنه باش فهمتي لا يستوعبه. اليوم نحن مطالبين أنه نقاوموا الفقر، فما حالة من التفقير العامة اللي شهدتها شعبنا سنوات تعدد، اليوم الطبقة المتوسطة تم تفقيرها، الناس الفقراء تم معناها تحويلهم إلى صف الفقراء في حالة الفقر المدقع، اليوم حالة من البؤس اللي يعيشوها الناس في الأرياف وفي الأحياء الشعبية، حالة من البؤس اللي ناجمة على عدم قدرتهم أن يفي بأبسط معناها شؤون حياتهم في معيشتهم وفي تنقلهم في لباسهم وفي شربهم. اليوم نحن مطالبين وأن نقدم حلول شعبنا فيما يتعلق بقدرته الشرائية، فيما يتعلق بأمنه، فيما يتعلق بأمنه الغذائي، أمنه المائي، العديد من المواضيع اللي مطروحة على تونس. السيادة الوطنية فيها السيادة المائية، فيها الأمن المائي، الأمن الوطني فيه الأمن المائي، فيه الأمن الغذائي، فيه الأمن الرقمي، فيه الأمن الصحي. اليوم ما نجموش نقبلوا اللي 13 رضع يموتوا ونعتبروها هذيك خرس الوحيد للجمهورية، ما نجموش نقبلوا اللي توا في تونس 100,000 تلميذ ينقطع على التعليم بسبب الظروف الاجتماعية وقولوا هذايا ماهوش هذا أمن قومي، أنه ينقطع 100,000 تلميذ على الدراسة هذا من صميم الأمن القومي. علاش؟ لأنه التلميذ اللي ينقطع على الدراسة عنده حاجتين، عنده قدامه الجهل والفقر اللي هم البيئة اللي ينتعش فيها واللي الخصبة اللي ينتعش فيها الإرهاب. نحن اليوم مطالبين بأن ندخلوا في كل القضايا اللي تخص تونس وتخص التوانسة. اليوم التونسي يلزم يقولوا اللي التونسي يتم إذلاله، يتم الحتم الكرامة بتاعه. اليوم اللي متقاعدين نشوفوا فيهم فانا حالي يعيشوا، يتم إذلالهم ويتم التراجع عن المكاسب بتاعهم. هذوما اللي فناوا عمرهم في العمل وفي الجهد وفي الخدمة من بعد نلقاهم فهمتي لا في حالة معناها من الإذلال. اليوم الشاب تلقاه فهمتي معناها محصور في حومته، محصور في حيه، محصور في عائلته، ومحصور في تونس. يلزمنا اليوم نتحدثوا على هجرة الشباب وعلى حريتهم في التنقل وعلى حريتهم فهمتي باش يمشيوا كل بقعة من بقاع العالم، وتكون هي نقطة أساسية من بين النقاط اللي باش تروحوها فيما يتعلق بالأليكا. اليوم نحن مطروحين علينا أنه مسألة الكرامة تصبح في محور وفي أهم تحركاتنا وتصرفاتنا. اليوم يتم معناها إذلال المواطنين في الصحة، إذلال المواطنين في النقل، إذلال المواطنين في التعليم، إذلال المواطنين في السكن، إذلال المواطنين في عيشهم اليومي. اليوم الموظفين تلقاهم شادين الصف باش ياخذ فهمتي أفانس ما عند البنكة يقعد عليها نص ساعة، كل الموظفين تلقاهم في الحالة هذه. اليوم المؤسسات تلقاها شادة صف باش نجم تخلص الشهري بتاع الخدامة. اليوم فهمتي لا معناها الفلاح تلقاه معنا في حالة من اليأس ومن الإحباط بفعل نقص البذور.
بفعل فهمتي لا معناها البعثرة الموجودة في مستوى القطاع الفلاحي. هذا كله من مهام رئيس الجمهورية، ويلزم يعرف أيا كان أنه رئيس الجمهورية له أن يتدخل في كل شيء. هذا عليه أنه رئيس الجمهورية عنده إمكانية حضور كل مجالس الوزارية. بالنسبة للمهام الحصرية للجمهورية، اليوم عندنا سياسة خارجية، السياسة الخارجية ذي يلزم تنبني على موقع تونس باعتبارها هذه يلزم تلعب دورها، ويكون الدور هذايا على قاعة مصالحها وعلى قاعة المنافع المتبادلة وعلى قاعة الندية كذلك. اليوم عندنا فضاء مغاربي رحم اللي على أساسه نحروه ونطوروه باش يكون مجال لتبادل البضاعة والخبرات والمعرفة والتكنولوجيا. اليوم عندنا فضاءنا الإفريقي اللي هو فضاءنا الطبيعي اللي يلزمنا نفتحوه باش يكون بالفعل معناها أسواق لتونس. اليوم الدبلوماسية الاقتصادية الغايبة في تونس يلزمنا نحطوا دبلوماسية اقتصادية قائمة على منافع تونس وقائمة على أهداف تونس في النمو المستدام، في التشغيل، في معناها التوازناتنا معناها فيما يتعلق التوازنات الخارجية، وفيما يتعلق كذلك باستقرار الأسعار. اليوم بالنسبة لنحنا هذه مهام وهذه أهداف كبرى اللي رئيس الجمهورية يعمل من أجلها. واليوم كذلك بالنسبة للأمن عنا قضية متاع أمن كبيرة اللي هي تعلق بالإرهاب، وانتم شفتوا الإرهاب مازال يتربص بينا، الإرهاب مازال فهمتي الله معناها كل مرة يطل علينا معناها من مكان. واللي اليوم بالنسبة لنحنا حربنا على الإرهاب يلزم تكون حرب ضروس من أجل القضاء على الإرهاب. وكيف كيف بالنسبة لنحنا فما ملف الاختيارات السياسية، ملف المتعلق بالتسفير، والملف المتعلق بالجهاز السري. هذه ملف يجب أن تغلق على قاعدة الحق وعلى قاعدة كشف الحقيقة والحقيقة كاملة، واللي هذايا فهمت كيف مطروح بشكل مباشر. كيف كيف عندنا عودة علاقات مع الشقيقة سوريا، واللي هي كيف كيف من المهام المباشرة واللي نعملوها، لأنه اليوم عندنا علاقة حميمية وعندنا علاقة معناها متاع تعاطف وأخوة مع الشعب السوري. وكيف كيف عندنا حاجة أخرى مهمة، هو عندنا إمكانية أن نكون مساهمين في إعادة إعمار سوريا واللي نجم نلعبوا فيه دور ودور كبير برشا. سيمونجي بداية سؤال أخير، لا تخشى من تشتت الأصوات العائلة اليسارية اللي دخلت الانتخابات الرئاسية بأكثر من مدرجة؟ أنا لا أخشى من هذا.